فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، يقول إن من أعظم الدعاء: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر. هذا دعاء مأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: هذا من أعظم الدعاء، العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر. والله ثم والله ثم والله، إن أعطاك الله هذه الدعوة، العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، لم يبق لك من الخير شيء إلا ونلته وفزت به. جمعت الخير كل هذه الدعوة، العزيمة على الرشد. نحن مصيبتنا ومشكلتنا أننا نسمع الأوامر ونقرأ ونتعلم، لكن القلوب يضعف عزمها، يضعف عزم الإنسان على أمر يعرف أن فيه رشدة. كثير من الناس يعرف أن سعادته في المسجد إذا نودي للصلاة، لكن ما عنده عزيمة، ما عنده عزيمة، عزيمته متبلدة، همته فاترة، ينادى للصلاة ويجلس. يا إخوان، ينادى للصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويسمعها بأذنه والمسجد قريب منه، وتجد معه فنجان الشاي يشرب الشاي حتى تنتهي الصلاة ما يقوم، وهو يعرف أن هذه الصلاة فيها خير له وفيها سعادته، وسمع الآيات وسمع الأحاديث وعرف وعلم ووعظ وذكر، ويجلس عند فنجان الشاي يشرب إلى أن تنتهي الصلاة وهو جالس يشرب الشاي. أين العزيمة على الرشد؟ هذا الرشد تنادى إليه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أين العزيمة؟ ولهذا بعض الناس عنده علم، عنده معرفة، أيضا عنده نوع محبة، يحب الصلاة ما يبغضها ويرى أن فيها خير، لكن عزيمته ماذا؟ عزيمته متبلدة أو ضعيفة أو فاترة. ولهذا من أعظم الدعاء يقول ابن القيم رحمه الله: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر. بمعنى، ما معنى العزيمة على الرشد؟ بمعنى أنك إذا علمت شيئا من الرشد وشيئا من دين الله تبارك وتعالى، تعزم بهمة عالية وإقبال صادق من قلبك على القيام بهذا الذي أمرت به. ولهذا اعتبارا من هذا المجلس، لا نفوت على أنفسنا العناية بهذه الدعوة.